حياكم الله. انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان تمكن الفريق الجراحي المختص في فصل التوأم السيامي العراقي عمر وعلي بعد عمليه جراحيه معقده استغرقت 11 ساعه نفذت على ست مراحل وشارك فيها 27 من الاستشاريين والاخصائيين والكوادر التمريضيه والفنيه.